نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. أبرزها كان أن سيادة الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي، وأيضا كان في مواصلة لفعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد. كمان معانا امبارح أكاديمية الشرطة نظمت دورة في قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء ومراكز الإصلاح، وأخبار تانية كتير هنستعرضها في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، جرى خلاله تأكيد مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ومجال الطاقة، فضلاً عن التشاور السياسي المستمر بشأن مختلف القضايا. أيضاً تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، واستمع الرئيس القبرصي لرؤية الرئيس بشأن ما تشهده المنطقة من تصعيد، واستعرض الرئيس في هذا الصدد أولويات الموقف المصري والجهود المبذولة لوقف التصعيد في قطاع غزة، كما أكد خطورة استمرار الحرب وحذر من استمرار تدهور الوضع الإنساني داخل غزة، وأكد أيضاً الرئيس ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال خفض التصعيد سواء بالأراضي الفلسطينية أو إقليمياً. امبارح وتحت رعاية رئيس الجمهورية وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ المبادرة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. امبارح وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الداخلية، نظمت أكاديمية الشرطة فعاليات دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل قواعد نيلسون مانديلا، والتي عقدت خلال الفترة من 4 لـ 7 أغسطس 2024 لطلبة وطالبات كلية الشرطة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتستهدف إعداد وتدريب الطلبة والطالبات على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء اللي بيتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل. امبارح أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 12,465,649 خدمة طبية من خلال حملة ميت يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى مساء الخميس 8 أغسطس في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.